رجعنا هنا بعد 67 والقدس اللي عشنا فيها راحت. أنا حد علمي قاعد بشرح لهم عن القدس وعن كذا وكذا، وأنا كنت هناك وبحكي لهم، لما طلعت شفت القدس أمامي، دي شو صار معي، وإذا باقي أبكي بكاء شديد ومثل المغمى علي. ما كنت أتصور القدس تروح من القدس. مراجعات مع الدكتور عبد اللطيف عربيات رئيس البرلمان الأردني السابق، الحلقة الثالثة تأتيكم في الأوقات التالية.